السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويلكم تو ماي شانل ذيس اس محمد شريف الاسلام افريزود 7 ايزي واي تو سوره المجادله فرس 11 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير بسم الله الرحمن الرحيم يا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم، تفسحوا في المجالس فافسحوا. تفسحوا في المجالس فافسحوا. تفسحوا في المجالس فافسحوا. يفسح الله لكم. يفسح الله لكم. يفسح الله لكم. "يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا". وإذا قيل شزوا فانشزوا وإذا قيل شزوفا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبيرا.